الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك بعض الأمور، يعني ما أكثرها، ليس بعض، لكن نعكس نقول بعض الأمور الأساسية في دين الإسلام مهجورة. أساسي رقم واحد مهجور، كيف تفعل؟ ومو مهجور بس، يعتقد أنه موجود في كل مسلم هكذا، يعني خلاص هذا موجود، اترك أهمل، يعني من البديهيات. اهتم بالأمور أخرى كثير كثير، موسوعة 15 مجلد الطهارة، تتكلم عن الوضوء والتيمم والغسل والحيض والنفاس، 15 مجلد. والذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه 15 مجلد يمكن أقل من نصف مجلد. إذا ارجع لأي آخر، الصلاة، الصوم، خذ كتب، خذ كلام، الحج، خذ كتب، خذ كلام، مو كتب وكلام، فيديوهات، تاج الذكر، شوف كتب وشوف قنوات، سورة البقرة، قنوات وكلام كثير جدا حولها، ذكر الصباح والمساء كمان، مؤلفات وكتيبات وكتب ومنشورات تختصر لك الموضوع، يلا قل هذا وانتهي من هذا. هل هذا باطل؟ لا، هذا حق، حق. ولكن القرآن أعطاه أقل من 25%، بل أقل من 10%، بقية القرآن على هذا الأساس المهجور الذي نتكلم عنه، مو مهجور، مشوش، مشوش لأنه ألف في كتب. هذا الذي أقوله هو العروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤمن بالله ويؤمن بالله، هي هذه الطامة، نظن أن كل هذا كويس، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ما معنى لا انفصام لها والعروة الوثقى؟ استمسك بالعروة الوثقى، استمسك بالاتصال مع الله، القوة العظمى، أنت معك هذه القوة العظمى، معك ربك، هذا معناه. بعدين صلي وزكي وسوي تاج الذكر، سوي اقرأ سورة البقرة، بعدين، مو قبلين. أول المعبود ثم العبادة، أنا أزيدها واحد شيء، أول شيء المعبود، للمجاملة يعني، علشان نقول يلا يا الله، ما تقدم علي أحد، لا بس الله المعبود، ثم العابد، أنت، أنا، هي، هو، العابد، من أنت، من أنت، هذه الاثنين مجهولة، ثم العبادة، نحن عكسناها، العبادة المعبود حسب قول غير القرآن، ثم أنت، يعني أنت معروفة يعني، والله معروف، وهذه الاثنين مي معروفة. شيء مؤلم
ولا يفقهه إلا القلة، قلة القلة القلة. في زمان الأنبياء ما يوجد ضوضاء، ضوضاء كهذه، ولا إعلام ولا أي شيء. يأكلون ويرتاحون في بيوتهم بعد المغرب إلى العشاء، بعد العشاء نوم ظلام. لم يقبل هذا الكلام إلا القلة. نبي 950 سنة يدعو، من أهله من لم يقبل، والذين قبلوا في هذه الفترة 80 بيت أو أسرة أو شخص، قلة في فترة طويلة. وهكذا شوف الأنبياء، موسى، سيدنا موسى كم تعب، كم تعب، وسيدنا عيسى كم تعب. أنزل من إذا من السماء واجعل لنا ماء أن يمشي معنا حيث نذهب. آيات نريد، آيات آيات، تجي الآيات وهم مدبرون، إلا القلة. فلذلك هذا الكلام اللي نتكلم فيه، يوجد من يخالفه ويعانده ويضاربه ويخاصمه، هذه سنة الأنبياء، فكيف بنا نحن البشر؟ يوجد طناش. الأنبياء لا يبالون، خلص شغلك وامشي إلى ربك، خلاص. من قبل وركب في هذا القطار، قطار الأنبياء والرسل والمؤمنون، نجا. ما يظهر ما يظهر أنه نجا إلا بعد مغادرة الدنيا، وما يظهر لمن خسر أنه خسر حكم البلاد، ملياردير ملياردير، وكل شيء على هواه فترة قصيرة، لكن يظن هذه الفترة هي كل شيء، ما في غيرها، فيتفاجأ. بعد الموت كثير يتفاجئون، كثير جدا. والمشكلة كمان من المسلمين في هذا الزمان، يتفاجأ أنه حافظ العقائد وحافظ وحافظ، وبعدين يجد الأمر غلط. ما هي الحجة هناك؟ أنزلت الكتاب لك، ليس لهذا أو ذاك ثم تأخذ منه، ليس مرة. اللغة هو باللغة العربية، ولكنه لك أنت أيها العجمي الذي لا تقرأ ولا تكتب. كيف 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 يا ربي كيف، أنا ما أفهم كيف. لا، أنت ما تقول هذا الكلام، هنا تقول هذا الكلام، لكن هناك لا تقول، لأنك أنت موجود كائن غير عربي وغير عجمي وبدون دكتور، بدون لا تقرأ، بدون عالم ذرات، بدون أنت هناك لست هذا كله. أنت تفهم، كان يخاطبك اللغة العربية وسيلة للنور الذي يستقبله أنت الخالد الأبدي، لست دكتور ولا أنثى ولا ذكر أيضا. هو هذا القرآن لك أنت يا الإنسان، سواء كنت عربي غير عربي، تقرأ وتكتب، عالم كبير أو لا تقرأ ولا تكتب، هو لك، كل القرآن لك، ليس لتفهم، لتفهم هذا بشري، لتحصل الرحمة. الرحمة لك أنت الخالد الأبدي، ليس لهذا الجسد، ليس لهذا المؤقت. كما كنت مؤقت في بطن أمك، لك جسد لا يتنفس أكسجين من الهواء ولا يأكل الطعام من الفم ولا يرى شيء، يأخذ أكسجين من السموم، أنبوب داخل هنا فيه الأكسجين، سم قاتل للبشر الذين في خارج البطن
لأن هذا قوانين السم هو غذاء، وهنا قوانين الهواء هو شيء هو أكسجين، ومن الفم الطعام. قوانين هنا في البطن وقوانين في بطن الدنيا، كمان قوانين بعد الموت. وأنت أنت ذلك الطفل الذي في بطن أمه، وأنت الذي في الدنيا، وأنت الذي بعد ما يتلاشى هذا الجسد كله بما ظننته أنه أنت، كله يولي. اعرف نفسك، أنت مين؟ من الذي قال الله عنه كرمنا بني آدم وفضلناهم وأسجد له الملائكة؟ من هو؟ نفخت فيه من روحي، ملك الملوك. إذن أنت مميز، وينظر لك على الأشياء التي تراها وتشاهدها وتحتك بهم، يقول سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا. جميعا يعني إيش؟ بدون استثناء، جميعا، اخطر في بالك جميعا، تفهمها وانت في البعد الأرضي هذا الجسدي لا تفهمها، انتقل ليس بعد الموت، انتقل بالإيمان، انتقل كن مسلم مؤمن بدون قراءة ورصيد هنا معلومات وعقائد، لا، بدون عربي بدون عجمي. كيف؟ خذ الكورس، لا نريد أن نطول 25 فيديو 26 فيديو كيف نلقيها هنا. أشياء أساسية ضاعت من المسلمين، ضاعت من الإنس كلها، 8 مليار هذا تعبان تعبان أمام عقبة كأود كما يقال، لا ينظر. أنت مسؤوليتك أيها المسلم تفقهه، أنت مضيعها، كيف تفقهه؟ فقه نفسك. هذا الفيديو يعني ميدانه آخر، بسم الله الحمد لله، بسم الله. طيب، ربنا يسهل الأمر يا رب يا كريم، ليس على الله شيء صعب. طيب، نحن إذا جئنا للدين نريد الدين، خذه من المصدر، أغلق جميع المصادر من بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن، أغلقها. الله جعل لك مصدر حي أبدي، أبدي، مش في الدنيا، أبدي، موجود في المحشر، في الصراط، في الجنة موجود، وفي جهنم موجود، كله يتلى ما حصل، هو كتاب الله، كتاب الله للإنس للجن بدون شروط، مو لازم معلومات ولازم تقرأ، لا 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 لا، بدون شروط، بس تخرج من أنت المزور المزيف الذي قيل عنك أنك ذكر، أنك أنثى، أنك قوي، أنك متين، طويل، عندك دكتوراه، فقير، مريض، تعبان، هذا ليس أنت. لا تقول أنا مريض، أنا فقير، أنا غني، أنا ملك، أنا عامل، ليس أنت. مثل إنسان يسوي فيلم مدته 100 دقيقة، غني هو وثري مبسوط، ها، ولكن في داخل الفيلم يمثل أنه فقير. الآن دورك فقير، 100 دقيقة فقير، قصص، مرة واحد يصده، مرة واحد يعطيه، مرة يؤلمه، مرة يضحكه، مرة يبكي، مرة يسجن، مرة يخرج من السجن، مرة
دورك هذا هو 100 سنة. خلصت 100 سنة لا يجلس يلبس تلك الملابس ولا خلاص، هذا 100 سنة راحت. هو في أثناء 100 سنة، 100 دقيقة في أثنائها يعرف هذا ليس أنا، هذا دور أمثله. بعد مغادرة هذا الفيلم، الانتهاء من التصوير من كل شيء، ملابسي موجود في البيت وأنا قريب، وحياتي تلك هي الصح. هو فاهم وهو يمثل الدور إنه هذا ليس أنا. هكذا هذه الدنيا هي لعبة، 100 سنة مثل 100 دقيقة، لعبة لعبة لعبة. مثل إنك تلعب ألم في الرأس، يضحك. مشكلة جاءت يبتسم، ليش؟ ما يستطيع الذي عنده تعلق بالدنيا، تعلق بالزوج، تعلق بالزوجة، تعلق بالآباء، بالأبناء، بالإخوان، بالعشيرة، بالأموال والتجارة. اللي عنده تعلق شديد، قال الله عنه: فلا تعجبك أموالهم ولا أجسامهم. دعوني أقرأ. فلا، نحن هنا في جلسة إيمانية، يعني ما قعد قوم يذكرون الله، مو محاضرة نسرع نأخرنا، لا، اجلس انوي لله، انوي. إذا نويت تحصل على خيرات. هذه ما هي؟ ما قعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، على طول تأتي الملائكة تدخل. إذا جاءت الملائكة فرت الشياطين ونزلت عليهم السكينة، يفر القلق والاضطراب والتوتر. ساعة ساعة ما في توتر ولا في قلق ولا اضطراب بنيتك. الجلسة هي هكذا، لكن نيتك هي اللي تحضر الملائكة وتحضر السكينة. ما في نية جالس تبغى تعرف إيش الحكاية، ما في قلق معك واضطراب معك، كنز فات عليك. نزلت عليهم السكينة وحفت الملائكة وغشيتهم الرحمة. يذهب إذا في غضب على الإنسان إذا دخل في هذه الحلقات بالنية ولو عن بعد. نيتك ما هي؟ في إنسان مو بعد عن موجودين في المسجد كلنا، وإنسان ما عنده هذه النية ولا عنده هذا الفكر، جالس هكذا ما ينال الخير الذي فيها، يجد جالس بالقلق والاضطراب حتى تنتهي الجلسة، ثم يرجع مثل ما هو. ماذا قلنا؟ ذهب الشيء. وذكرهم الله في من عنده، هذا أعلى شيء، خلاص. ذكرهم الله في من عنده، الملأ الأعلى. فلان اسمك يظهر هناك بنيتك بس، مو بالجلسة. ضاعت المعلومة التي نبحث عنها. فلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. حب ما في، هو حبه متعلق في ولده ومتعلق بماله، هو يظن هذا حلو، ولكن هذا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كارهون. لما يجي الملوت يشيل ولدي أموالي فلوسي متعلق به، ما يريد يخرج، ولكن ما في مفر، لا بد من الخروج من الجسد ومن الأولاد ومن الأموال. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. وآية أخرى قريب منها:
ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وفي آية أخرى ما أجسام. فيا أحبابنا في الله، الموضوع خطير خطير، ولكن تذهب خطورته لا نقول في الآخرة بعد الموت، لا، ظاهر العيان في الدنيا أنت تجد معاناة، هو هذا عذاب على قدر الدنيا، مقابل هذا العذاب الذي فيه الناس يوجد عذاب قوي بعدين. ما دام في عذاب صغير في عذاب كبير. ولنذيقنهم العذاب الأدنى تبع الدنيا دون العذاب الأكبر في هذه الفترة لعلهم يرجعون. طبعا يرجعون فسدت بالشرح، لعلهم يرجعون إليه، إلى الله بالحب والتعظيم، هو يحب ويعظموه ولا يحب غيره ولا يعظموه، هذه لا إله إلا الله، ترجع إلى العبادة، المعبود غير موجود في ذهنك في قلبك، ترجع إلى العبادة ما يفيد، وهذا حاصل الناس، أذكار وعبادة وذل والمعاناة موجودة، العذاب موجود، عذاب في عذاب آخر أكبر أمام للعباد الذين لم يكملوا الأساسيات أو الركن في الإسلام. ما هو الصلاة؟ لا، أن تشهد، مو أن تقول، أن تشهد أن لا إله إلا الله، حاجتين، لا إله، كل شيء لا يألهه قلبي، يميل علي، يتعلق، يحب، التعلق والحب فقط لله والتعظيم فقط لله. أبسط من كذا فيه؟ يسأل في اللغة العربية ما معنى آلهة؟ بس دعك من الكتب، آلهة إيش معنى؟ أحب، تولى. لا إله إيش معناها؟ لا أتولى ولا أحب ولا أعظم إلا الله، بسيطة. وهذا الكلام ليس في العقل، أيوة أنا ما أتولى ولا أحب ولا ثقافة، لا، القلب لا ينبض بتعظيم أحد ولا يخاف ولا يرجو ولا يتعلق بغير الله، فقط الله أكبر وغيره أصغر. فلذلك إذا جاءت العروة الوثقى مرافق معها الصلاة الدائمة، صلاة دائمة من خمسة دائمة كل ثانية، وإذا ما جاءت ما في صلاة دائمة، حتى في الصلاة الحركية الموقوتة لا توجد اتصالات، لأنك تعظم غير الله وتكبر غير الله، فأنت مشغول بالمشكلة، مشغول بالحاجة الفلانية، مشغول بكذا، أو أنك أنت أصلا مسرح عن الله اللي يحلها لك، مسرح عنه، الله الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم، وراح يحاول في المشاكل في الكذا، وهنا مغلق. وربنا قال لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أين المصلين؟ قليل قليل في جنب المصلين الآخرين، قليل، يمكن من الجمع هذا اللي يصلي وإمامهم معهم واحد في آخر الصف، ما أحد يعرف سري هذا. أنت تصلي ركعتين، وسيدنا أبو بكر الصديق يصلي ركعتين، وسيدنا علي بن أبي طالب يصلي ركعتين، والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، وكل المسجد يصلي ركعتين، مثل بعض؟ لا، في ناس لا يقربون الصلاة وهم سكارى قبل الصلاة، وخمرة خمرة بس هذا اللي يشرب هذه، لا،
قبل الصلاة، أيوة أنا متجه الآن للصلاة. إذا فوق فوق، اصحى أنت بتقابل رب العالمين حتى تعلموا ما تقولون. إذن في موضوع مهم رايح له، أقابل الله. حطيت هذه صليت، قد يكون 10% في اتصال و90% غفلة. أول صلاة في حياتك هذه حقيقية، ها؟ استمر. المرة الثانية 10، المرة الثالثة 10، المرة الثالثة أسبوع كله 10% و90% ضائع. ما دمت تحاول خلال سنة راح تضبط معاك 100%، لكن إذا ما تحاول تمر 100 سنة وأنت ما ضبطت معاك وتجي ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهول الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. طيب، فنحن موضوعنا مرة بعيد عن هذا الموضوع، بس يعني القوة، فلذلك أنا سوف أتكلم في فيديو ثاني، ما ينفع هذا، بس فيديو مستقل ليس مقدمة له ولا شأن له به مرة واحدة، بس غضب على حالنا. فلذلك نحن يعني وضعنا هنا شيء، ها، تجارب 50 سنة لواحد عمره كم؟ 30. أكثر من 50 سنة بين الجماعات، بين الكتب، بين التعلم الأكاديمي المستمر، بين التعلم الشخصي والحالي في كل شيء. لماذا المسلمون ذهبوا إلى كثير، ذهبوا إلى الطاقة وإلى، ذهبنا نشوف إيش ماذا يعني حبب المسلمين هناك، باطل. ولكن أفضل 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 من الدين المزور، من الدين الكاذب المتوارث. أهم شيء، أول ركن في الإيمان أن تؤمن بالله، أول ركن في الإسلام أن تشهد، مو تقول. لذلك قال الله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، إنك لرسول، والله يعلم أن المنافقين لكاذبون. هم قالوا أنت رسول الله، هذا صدق ليس كذب، لكن شهادة لا، القول صح، والله لا يبالي بالقول. الشهادة ما هي؟ ما موجودة، كذابين. وإن قلت لا إله إلا محمد رسول الله كاذب. قال وراك الله في فئة من الناس هكذا، لماذا تختارهم؟ تشهد، يعني مثلا أنت شاهدت شيئا حصل أمامك فأنت شاهد. أنا أشهد أنه ما في إله إلا الله، ما في أحد يعبد إلا الله. الكون هذا والأسباب التي تجري في الكون أنا مشاهد أنها صفر، لا تضر لا تنفع لا تعزل، أنت شاهد، هذه مشاهدة. لكن اللي في الكون هذا نافع وضار، الله على كل شيء قدير، وهي يعني بدون الأسباب هل يأتي الرزق؟ اسأل هذا السؤال، اسأل نفسك واسأل الآخرين، اسأل 8 مليار. قد تجد بعضا يقول أيوة، هل يشفي بدون الأسباب؟ الله ذكر لك في القرآن من يتقي، هذا هو سبب، سبب قرب من الله، من الرزاق، من الشافي. من يتقي الله يجعل له مخرج، مخرج من المرض، مخرج من الخسارة، مخرج من الديون، مخرج كل الكروب بدون دعاء. هذا وعد، متى؟ إذا صار عندك التقوى. ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا الكلام ما حد يعترف به ولا يقال في الكتب، يخجل يقوله إلا يعني موضوع تعبير يا كذا. أيوة، يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه، ممكن، لكن هل هذا القلب يقول هذا الكلام ووجد
الثمار التي وعد الله عليها لابد تجدها. إذا ما وجدت لا تقول الله قال كذا وما حقق. قل أنا ما عندي تقوى، أنا دعوت يقول أدعوني أستجب، أنا دعوت ولم يستجب. لا، قل أنا ما دعوت، هو تحاشى لله يستجيب. طبعا الذي يقول هذا الكلام يتوجه للتوسع الكثير في العبادة والذكر والتلاوة والصوم والنوافل وكل، يتوجه أكثر والحال كما هو. لما؟ لأن في آمنوا وعملوا. جيب لي آية واحدة يقول آمنوا وعبدوا. لو جئت بها أيضا كلمة عبدوا ما معناها؟ الصلاة والصوم والذكر والتلاوة وأذكار الصباح والمساء وتاج الذكر وسورة البقرة، لا. فهمت كذا؟ أنت فهم. وقيل لك قيل لك، لكن ربنا ما قال في القرآن. فعبدوا تشمل ناحيتين، العبادة التي نعرفها هذه، والأعمال تشمل الأعمال الصالحة الاثنين هذا، والأخلاق، أخلاق معاملات معاشرات مع زوجك زوجتك مع ابنك مع جارك مع زميلك في العمل مع الناس قريبين أو بعيدين. أنت من تجالس لوحدك في الغرفة، الإحسان هنا والإيمان هنا وليس في العبادة. العبادات بعضها يدخل النار أول شيء قبل الكفار والمنافقين وكله، أول من سعر به النار صنف عنده العبادة مضبوط، ويأتي وقد سب هذا شتم هذا أخذ مال هذا، بس ما أكثر السب والشتم والسخرية، سخرية من مجتمع كامل، دولة فلانية فيها كذا كذا كذا، أشرار زفت أي شيء يتكلم، هذا سكان الدولة دي 100 مليون هي طمت عليه، والغيبة منتشرة مع من الذي يلجم الفم عن الغيبة عن النميمة عن السب عن الشتم عن أخذ المال عن أخذ حقوق الناس عن ما يخليك ماشي كويس. اللي يحسن أخلاقك ما هو، واللي يحسن كمان عبادتك تكون فيها النور، ها هي العروة الوثقى المهجورة. هي تؤمن بالله فقط؟ لا، لازم معها شيء آخر، تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل الأمم الرسول قال هذه الكلمة، هذا كلام الله. بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لازم اثنين مع بعض، تؤمن بالله وتؤمن بغير الله، هذا الطاغوت. طاغوت يعني إيش؟ يعني طغيان حب وتعظيم غير الله في القلب، مو زوجي شغلي المال هو طاغوت. لا لا، ليس هو طاغوت. هنا الطغيان، تصير وزير تصير ملياردير، طغيان ما فيه. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي، لكن حب الله هو الغالب، تعظيم الله هو الغالب. لا يعظم ذرة، لذلك جلس في الملأ مع بعض. سيدنا سليمان جلس في الملأ وقال في عظمة غير الله عنده؟ لما قال هذه الكلمة لو عنده عظمة؟ قال أيكم، أيها الموجودين حوالينا، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ عفريت، العفريت عفريت من الجن، قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وأنت في جلستكم هذه أنا حاضر العرش كامل قدامك. هذه صعبة، صعبة؟ لا، لأن هذول يتكلمون ما في غير الله عظمة، أي شيء ما في صعب، أنا أسوي كل شيء. مؤمن جني عفريت، مؤمن الإنسي قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قدامك. كيف؟ ذكرنا نحن هذا الكلام
في الكتاب المكنون ومدري إيش الأشياء، أنه يعني باختصار هي تخيلت شيئا تريده في الواقع، العرش هذا تخيلته، فإذا جاء في الخيال. من الخيال قالت المهندسين نرسم هكذا، ما رأيكم رسمة؟ أيوة تقريبا تقريبا، ويلا وابني 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 وابني، واقع صار في خلال سنة من الخيال للورق أو للرقاع ولا أي شيء، المهم لحاجة تنشاف أنه نبغى هذا، حتى البناء يبني هذا، هو لا يرى خيالي لكن يرى الورقة التي تخيلتها، خلاص بنوا هؤلاء في خلال سنة مثلا، يمكن 10 سنين من الخيال للورق أو الرقاع أو شيء مرئي يروه البناؤون إلى الواقع مدة سنة. أنا أتيك به قبل، أتى به من الخيال للواقع، كيف نفخت فيه هو ذاك وأنت من روحه، روح كن فيكون عنده، ها في الجنة تحصل لك هذه الميزة، كن فيكون تجدها في الجنة، فيها ما تشتهي الأنفس، وتجدها أيضا في الأحلام، تحلم أنك كذا وبعدين تطير، تطير كيف؟ ما أدري، أنا صعدت الجبل ورأيت نفسي أطير إلى مشافة طويلة، هذه قدراتك الحقيقية اللي يحجزها إيمانك إيمانك وعقيدتك بغير الله وبالمجتمع وبالبرمجات، هذا يمنعها. فلذلك ليس هذه مقاصدنا، والذي يبحث عنها لن يجدها، لن يجدها حتى يقترب من العظيم، حتى يقترب من الكبير، ويقترب من الكبير من العظيم يبتعد عن غيره الموهم أنه عظيم وأنه كبير وأنه فعال وأنه لا، أعطي صفر. هذا الإيمان، تريد الإيمان لازم كذا، لو قرأت شاهدت الكورس من الأول للآخر لن يحصل، لو قرأت القرآن من الأول للآخر لن يحصل، أنت افهم وقل أيوة، صدق وكذب، صدق ما يقول الله، كذب ما يقول، ما في باطنك مخزن من عهد آدم للآن وهو نسخ لصق نسخ لصق نسخ حتى وصل عندك، وأيضا كلام الأنبياء نسخ لصق نسخ لكنه مشوش، وصل عندك مشوش، اعتبر أنه في نسخة ورقة مهمة ملونة، توقيع ختم صورة أحمر أخضر أصفر أزرق، نسخت منها صورة وتركت هذه الصورة معك رقم واحد، ثم نسخت من رقم واحد رقم اثنين وتركت رقم واحد، ثم نسخت من الأخيرة نسخة والأخيرة خذ نسخة والأخيرة نسخة، 1400 كم؟ 46، 1440 نسخة، رقم 1440 من الدين نفسها، ليس كذلك؟ لذلك أنت خذ من الأصل، الأصل موجود عندك، لا زماني ولا مكاني، اسمه القرآن، مو عمره 1400 سنة، لا عمره الآن، نزله الآن لك، نزله الآن، لكن أنت أخرج من البعد الأرضي، ما دمت في بعد الحواس كذب هذا، كذب ما يقال أن هذه الأشياء عظيمة، كله وهم ليس صحيح. الذي مات عرف رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، خلاص بترك كل شيء، ما في. فسبحان الله، من البساطة، من البساطة التي يريدها الأنبياء للناس إلى التعقيد الذي نشره غير الأنبياء للناس. نحن في حيرة بين هذا وهذا،
ولأننا نأخذ من النسخ، صار عندنا نسخ باهتة غير حقيقية. والقرآن موجود في كل ساعة، يطبع 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 يطبع، هذا الذي يطبع اسمه المصحف، حتى ينقلك بالحروف إلى الأنوار إلى الأرواح. متى؟ ليس وأنت في البعد الأرضي تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ليس هكذا، لابد شروط. تستعيذ بالله من الشيطان، تعوذ بالعظيم من الرجيم، مو تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، عذت يعني أنت الآن في الأمان. يجري فيك مجرى الدم، مو على في مثلث برمودا ولا على الماء ولا هناك، لا والله كذلك ليس، الله أقرب لك بحبل الوريد، لا هي فيك، كله فيك. فلما تعوذ بالله يفر من مجرى الدم الذي فيك. شوف الهبة اللي وهبه الله يجري في ابن آدم، 8 مليار يجري فيه مجرى الدم، هل هو قدير؟ لا، الله أعطاه وظيفة، توظف أنت وزير المجاري، واحد ثاني وزير التجارة، وزير الصناعة. الملك لما وضع هذا الوزراء أعطاه صلاحية يشتغل، توقيعك ماشي، كلامك ماشي، كل شيء ماشي. فالله أعطاه صلاحية الإغواء، فلذلك هو في كل ابن آدم، يجري في ابن آدم. فأنت لما تقول تصغره رجيم وتكبر الله أعوذ بالله من الشيطان، الشيطان يعني اللي شطن خالف أمر الله، الشيطان الرجيم، عذت بالله، إذن حط الثقة هنا والطمأنينة والراحة، فورا تتغير من البعد الأرضي المادي الحسي. بعدين إذا قرئ القرآن، هذه كم مرة نكررها لكن غير مفهومة، إذا قرئ القرآن، قرئ الله ذكرها مبني للمجهول، يعني ما لك ومال اللي يقرأ، مجود أو غير مجود. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، اسمع منه، أو إذا كنت أنت اسمع نفسك، ما في شروط عند الله، شروط الناس قالوها، من جهاز من إنسان من أي شيء، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له. من هو القارئ ولا الجهاز؟ لا، له ألها، شوف يقولون في اللغة العربية ترجع لأقرب، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، أي للقرآن، وأنصتوا يعني للقرآن. إذن أنت دخلت في بعد ما في بشر ولا في قارئ ولا في أنت ولا في شيطان، عذت بالله من الشيطان ودخلت. هو يريد، الإسلام جاء ليخرجنا من البعد الأرضي، من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان إلى الربانية. هذا الإسلام جاء، الإسلام هو أصل، الأنبياء جاءوا لي كذا حتى يخرجوك من بعد إلى بعد، حتى يخرجوك تكون مؤمن بالغيب، مو مؤمن بالمشاهدة، لا، مكذب المشاهدة، حب تعظيم غير الله ماكو، العروة الوثقى. بعدين تعيش وزير، تعيش ملك، تعيش دكتور، تعيش فقير، تعيش مريض، ما تفارقك السعادة، لا يفارقك المخرج من كل مشكلة، لا يفارقك اليسر. إذا في عسر أنت لست في، عندك ثقافة، معلومات، أعمال، لا بأس، لكن ما في وعد، وعد آمنوا وعملوا، مو عبدوا، عاملوا، عاملوا، لازم أخلاق المؤمن برا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
الإيمان شيء سامي عالي، حب كله حب، حب للغير، حب للناس، حب لكل شيء. فإذا في حب يجيك حب، يجيك حب من الناس، يجيك احترام، يجيك تقدير. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أضعنا الإيمان والأعمال ومسكنا حاجة يعني غالية ثمينة لكنها تحتاج إلى عروة الوثقة. فلذلك نحن قسمنا الكورس إيش؟ معرفة نفسك، أنت من؟ أول شيء مهمة. بعدين معرفة ربك، قيل لك كذا كذا، أترك ما قيل، عن طريق الكتاب الحي الروح النور الذي سماه الله حكيم. كيف حكيم؟ ورقة، كيف الورق هذا حكيم؟ وقال لك لا يمسه إلا المطهرون، هذا الورق يمسه كل واحد ويطبعه أيضا كل واحد ويكتبه كل واحد. اذهب للذي لا يمسه إلا المطهرون، طهر من الشيطان بالاستعاذة، وطهر العقل بالإنصات، تشويش بعد. انظر إلى اندمج، اندمج في القرآن كما تندمج في اللوحة، اكتب لوحة، ارسم لوحة، او اشاهد فيلم اخبار لأي شيء، تلقى في كلب ينبح برا، في الاولاد هنا يصرخون، ما اسمعهم ولا ادري ما هم، او في لعبة امه تنادي يا ولد يا ولد يا ولد، حتى ايه ها ما سمعتك، كيف ما سمعت؟ افعل هذه مع القرآن، اندمج في ليس في لعبة، في حقيقة. افعل هذه في الصلاة، اندمج. ذهب عمرنا، ذهب، لنبدأ الآن من جديد. وإذا بدأنا الله يرى، يفتح لك الباب. اسمه الهادي، والقرآن هادي يهدي التي هي أقوم. كل قريب، اعلموا أن فيكم رسول الله وفيكم إبليس. كل شيء فيك داخل، ليس شركاء، لا، ليس مستقلين يفعلون ما يشاء، لا، يفعلون ما يشاءون، لا، خدم. اقبل الهداية من الهادي، اقبل الضلالة من الضال، من المضل والمغوي. أنت قرار عندك، أنت تقرر. اقبل الأخذ من بشر مثلك، أو اقبل من المصادر اللي أخذوا منها. المصدر لك، ما تقرأ وتكتب لك، عجمي لك. اقرأ القرآن وانت عجمي، ما تعرف صيني هندي أوروبي، اقرأ القرآن أو اسمع القراءة، شوف ماذا يحصل في الداخل. هو هذا المطلوب، ليس تفهم. انت عربي ما تفهم. كاف ها يا عين صاد، اقرأ لعلك ترحم. فاستمعوا له وانصتوا لعلكم تفهمون، لا، لعلكم ترحمون. الرحمة هي خروجك من البعد الأرضي وحواسه، وتصير سيد، لست خاضع لأحد إلا لواحد أحد. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الموضوع عزة، حرية. وقال لك الله إذا آمنت، يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل، حماية، حماية وأمان بالله. إذا شعرت بها أنت لا يضرك من ضل، إذا ما شعرت بها مثقف هكذا يضرك من ضل. الساحر تخاف منه أكثر من الله، وتقول أقرأ القرآن ولا يفيد، إيه وما يفيد، لأنك أنت معظم هذا أكثر من الله. تقول يضر والعين حق وكله صح، صح وصح، ولكن الله حق. من الحق؟ الكفة العليا لمن؟ في رعب معناته
فرع من غير الله معناته أنت معظم من غير الله. هذه القوانين للمؤمنين بالغيب، للمؤمنين بربهم، لغير المؤمنين بالحياة الدنيا. ما في آية تقول آمنوا بالحياة الدنيا. إذا ذكر الله وحده، بالعكس، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني يؤمنون بالدنيا، تشمئز تقول له الله وحده قادر، كيف يا شيخ؟ روح بلا خرافات بلا كلام، لا أحد يقبل، غيب غيب كيف؟ فلذلك وضعنا في الكورس هذه الأشياء. تعرف نفسك، تعرف ربك. لو قرأت سمعت الكورس من الأول للآخر وما حصلت نتيجة لأنك أنت ما تريد التغيير، ما تريد التخلي، تريد البرمجة موجودة وأريد الكورس ينفعني، لا إله غير موجودة إلا الله موجودة، ما تنفع. لن تكون إلا الله إلا بلا إله إلا الله. لن أكفر بالطاغوت أولا لتؤمن بالله حقا، عنوان فيديو من ضمن الكورس، هذا مو موجود في الكتب. هبة ربانية وهبنا إياها الله، نحن أهل الكورس ليس أنا. الله يهب لأجل آخرين، فهذه جروب يجعله الله، ونحن لا نعتمد على الجروب اليوتيوب، لا، هذا الكلام موجه إلى قيام الساعة. عمرنا محدود لكن إلى قيام الساعة ليس محدود. ولمن عنده فيديو أو لا، لمن في الغابات لا يعرفون الاتصالات، لمن في القرى بعيد، في الجزر بعيد، هذا لهم. كيف يأتي بهم الله؟ نحن لا نقول كيف، ينورهم الله وينورنا معهم. فالله سبحانه وتعالى يوفقنا لما فيه الخير. وهذه الفيديو صار هكذا، إن شاء الله الفيديو الآخر يعني لعله نفس اليوم أو غيره. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.